الله يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، يعطيكم الصحة والعافية يا رب. ربي يسعدكم ويحفظكم، يجبر بخاطركم يا رب. شايفين عملت فتة دجاج، متابعيني طلبت مني سويت لهم اياها، سويت لي فتة دجاج، احلى فتة دجاج ما شاء الله عليها. طبعا ما شاء الله تبارك الله، احلى فتة دجاج. جربوه ما بتندموا، احلاها بشهر رمضان. كل سنة انتو سالمين، هاي من الفتات شهر رمضان، تنحط على سفرة رمضان. وهي الشوربة طبعا شايفين احلاها ما شاء الله عليها. انا غاسله الدجاج وعم بسلقه وغسلته منيح، واول وجبة غسلتها كبيت المي، رديت حطيت لها مي سخنة، حطيت مرة ثانية الدجاج عشان الدجاج المفرز تعرف فيه زناخة بيجي. وهي نص ليمون يعني بحط الله وجزر وشو اسمه بصل وتوم، هي المطيبات تبعات الدجاج بحطهم. والبهارات هيل وفلفل حب وبزر كزبرة طبعا، وبهارات السبعة وكركم مو كاري. بدي اعمل فتة انا طبعا، ناس فتة طلبوها مني الفتة، فتة دجاج. هلا بغطيها خليها تستوي. طبعا ما انا الدجاج استوى عندي هلا، شايفين شوي استوى له ساعة على النار تقريبا، بنوصل الغاز عليه. ملح وكاري كركم، كركم وملح وفلفل، شوية فلفل اخر شيء. هلا بدي اخذ فرول شقفه بدي احطها بالشوربه طبعا. رز الابيض تبعت اللي حطيت معلقتين زيت وكاسه رز نعته، 3 4 حبات هيك الرز الابيض تبع طبعا الفتة الدجاج. وهي معلقه صغيره ملح، هاي ما هي بنتركهم بقى ليستوا. رز الابيض بصيب الرز بالشعيريه، بس يعني اذا طابخ واحد رز بالشعيريه بيحط، اما هي بدها رز ابيض الفتة الدجاج بهالطريقه. اصل فتة الدجاج بدي تحط طبعا طحينه، هذا 3 4 معالق، معي 1.5 كوب لبن، وعندي عصير ليمون شايفين، وهي التومة ذائتهم حاطتهم ملح طبعا قافيهم. هلا بخفقهم على النظمة. وعندي هلا هون الرز انا صار فكت الغاز، بدي احط بهالطريقة درس ابيض في اصوله شايفين شو الطريقة. انا ما امري تقريبا بدل ما امر بالزيت ما امرته بالمكرية فارمي الخبز. وانا كمان عم حمص له الكاجة قصدي معلقة سمنة. وانا هون عندي تبدية مرقة دجاج شايفين شو؟ عم تفتش هالطريقة. وأنا هلا بقى بخفق المكونات تبعت اللبن عشان نحطهم على وشه. خفقنا، حطيت لهم رشة ملح كمان، لقيتهم ملح قليل، لأنه أنا حاطة للتوم ملح. وهلا هي بسقط نصهم تقريبا. كمان بحركهم حتى يتغلغل اللبن مع الرز والخبز. شايفين بهالطريقة. والبقايا بحطهم على الوش، بزين فيهم الوش. هي فتة الدجاج خرج رمضان طبعا شايفين، ومزين بهالطريقة. مغطي اللبن، بحط شوية بقدونس، بحط
ريحتهم هيك. هاي فتت الزجاجات اللي فتفتوا طبعا الوش، وفي ناس بحطوا بقلبه بس انا بحب بحطه على الوش اكثر. طبعا شوية رمان قلب زينة اختياري طبعا، اخر شيء بدي احط الكاجو المحمص. صارت اكلتنا جاهزة ما شاء الله عليها. ما شاء الله تبارك الله، شايفين احلى فتة دجاج. هي فتة وعاملة الدجاج اللي سلقته، وهي الشوربة اللي ساويتها كمان، شوربة الخضار بالدجاج. هي قدام رز طبعا، الليمون وخلل وبصل اخضر. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك، واللي ما اشترك عندي يشترك.